عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه؟ آه وحشتوني بجد يعني فعلا الفتره اللي فاتت دي خصوصا لما فتره ما بظهرش وطبعا آه يعني ان شاء الله المانع خير باذن الله. آه انا حابب اتكلم في الحلقه دي عن جزئين. آه الجزء الاول آه بالنسبه للنهاردة النهارده 22 فبراير. طب هو ده ايه يعني ايه المناسبه التاريخيه؟ هو مفيش مناسبه لكن انا يعني حبيت انتظر كده حوالي عشرة ايام او اتناشر يوم على يوم تمانية فبراير واحد برضو يسألني طب ايه علاقة تمانية فبراير و وعشرين فبراير طبعا لو انتوا كلكم تفتكروا تحديث الواتس اب اللي قالوا اخر حاجة او اخر مهلة للتحديث اللي هيتم هيبقى تمانية فبراير لازم الكل يحدث ولو ما حدش حدث مش عارف الواتس بتاعه مش هيشتغل وبياناتك والكلام ده كله وطبعا يا جماعه ولا في أي حاجة حصلت وبياناتنا زي ما هي والتحديث بتاع الواتس تحديث عادي جدا ويعني مفيش أي حاجة من اللي الناس قالوها رغم إن في قنوات كبيرة جدا اتكلمت عن الموضوع ده وخش بقى على سيجنال وتليجرام والأفضل ومحدش مش عارف يلوي دراعنا والواتس إيه وخد يعني آه يعني موضوع كبير جدا والدنيا هادية والناس كلها زي ما هي على الواتس آب إيه ومفيش اي مشكله والشركه طبعا من الشركات الكبيره المحترمه والموضوع عدى وكده كده برضو يعني انا سايب لكم فوق في الجزء اللي فوق ده الحلقه اللي انا اتكلمت عنها اللي التحديث ده مش هياثر على بياناتنا الخصوصيه ومش هيعرف حاجات اكتر من اللي الفيس عارفها او اي ابلكيشن بيبقى عارفها تمام فده بس حبيت اكد يعني اللي حتى الناس اللي اتكلمت على الحلقه دي محدش مثلا عمل كمان حلقة ما بعد 8 فبراير وإيه اللي حصل فأنا بس حبيت يعني نفكر بعض ده كده بالنسبة لي الجزء بتاع الابديتنج أو الجزء الأول من الحلقة طبعا الجزء الثاني أنا بقى فعلا فترة ما بنزلش حلقات أنا حاليا طبعا مشغول في تحضير حلقات يومية لشهر رمضان الكريم طبعا يعني نسأل الله اللي هو يبلغنا رمضان ويحفظنا ويتقبل منا اللهم امين. فان شاء الله هيبقى في حلقات شبه يوميه على مدار شهر رمضان. مش هقول بقى الحلقات دي مثلا دينيه ولا ايه بالظبط يعني احنا هنشوفها ولكن هي هتبقى حاجات كويسه جدا يعني من السلف. والحلقه مش هتطول يعني ممكن خمس دقائق ست دقائق لايت كده. فده ان شاء الله هيبقى باذن الله يعني مع بدايه شهر رمضان. هيبقى برده تصوير من اماكن مختلفه يعني. ده بس اللي انا حبيت اعرضه يعني واطلع بيه النهارده واقوله وطبعا يا جماعه يعني اتمنى ان شاء الله طبعا ان القناه تكبر بيكم ومعاكم فحابب يعني اللي اول مره يتفرج عليا يعمل لايك ويعمل شير ويعمل سبسكرايبر ويفعل الجرس او حتى ما يفعلش الجرس يعني مش مهم اما حاجه تبقوا معايا يعني بال... وان شاء الله اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اه بالمناسبه بقى يا جماعه آه الورا ده ده فيو جديد باك جراوند كده ايه مختلفه يعني نحاول برضو ايه يعني نطلع من التمبلت اللي احنا كنا فيه على طول